السلام عليكم، حي الله المتابعين. نبتدي وإياكم حلقتنا مال اليوم والصلاة على محمد وآلي محمد. موضوعين السلامة أو بعد انقطاع طويل، قلت اليوم أرد أروح للصيد، حضرت غريضاتي وكملتهن، صليت صلاة الفجر وطلعت ورجعت بعد صلاة الفجر، أكيد تعبان ومنعس، ما نمت الصبحية. التهيت هنا أنا بالبيت وما قدرت أجيب انشيكو حتى أشتغل. قررت أنه بعد ما أخلص واجب الأسواق الظهر أنام. ما حطيت راسي، دقوا علي، دقوا وين؟ على النت، طفيت النت. دقوا على الرصيد، طفيت الرصيد. وجون للبيت ودقوا الباب، قلت يا فريت قوم روح جيب شنكواتك احسن. يقول فريت شمالك منعس، ما ادري ايش، كلش ماكو هسه وقفه بالقوه واقفان، عرفت شلون؟ يعني ما جاي اشوف امشونا، خلي نروح نجيب الشنكوات حتى نختم شنكوات وفرد نوبه جيبن الشخاطه حتى نختم سجل المحميه. قاسم في الانتظار. قاسم في خدمه الشعار. حياك الله العزاز. حياك الله قاسم. جبنا اربع قوارب مال خال فرد نوب لانه احنا جايين هسه وصلنا للحديقه، راح ناخذ الجيب. قاسم عجب التصوير، كل ساعه يقول صور. بيش حسبون انه الكوار صار 55 حجي، والهاي الحديده ب 18. لا 17 حسبوه. 17؟ ايه. واربع قوان خال، شنو هذا الجقاير؟ والله الحديد. وينهم رجال الحديد؟ راح نوصل مليون على هالمحميه هاي. يا مليون. شقد؟ شقد شاف؟ خاف تقول. قاسم ادري عينك وين، ادري وين عينك، انت عينك اللي هاي تهلست قضت يا بعشيني. قاسم في القلب صعدتهم الشينكوات بحدي ما اقدر، فجزاها الله خير مهدي وقاسم وهمين ابن اختي. صعدناهن يعني نظلونا وشون ياهن من جوا، انا اسحبهن سحب. هاي الشخاطه الملفرات، هاي الشخاطه اخوان قلنا عرضانيه، يلقي نظره طبعا، ساهم هو همين ببناء المحميه، ساهم ماديا مو عمليا. اوف باكر نكمل لان ماكنه اللحيم والكوسا ردوا خذوهم من جديد وما اقدر اشتغل. هاي البار اللي زادت عندي هذا وهذا راح ارجع اشتغل عليهم. وين اشتغل عليهم؟ هنا. انا عاد المتابعين قال فرات مو زاد عندك؟ اي صحيح. فنلحم منا وهيك وهذا نفس الشيء. هاي بالقلب مساكم الله والخير، ذول الاربع اقواني من الساعه جبتهم مال الخار، راح تقول فراج دعوه اربع اخوان ورانا ذول النعامات يعني نهبون نهيب والله العظيم. يعني هسه بشرفكم هذا تخيلوا لو ينصرف بس على الدجاج ايش قد راح ينطينا بيض، ايش قد راح يرجع لنا عوائد، اما على النعامات بدون اي فائده. بسم الله ما شاء الله يا ولد. من الساعه شفتكم من جبتوا الشنكوات يعني شلون كانما تقولوا لي عندنا شيء نقص، ماي موجود عندكم. ارجعوا ما اعرف ايش قد العدد، بس العدد خير من الله صار. هذول كلهم انتاجنا مثل ما قلت لكم، حاليا كل شيء متوقف بالمزرعه، يعني المزرعه ميته حاليا لانه ما بها انتاج، هاي مزرعه ميته. لا ما شاء الله اخوان البطاريق بدوا يبيضون، يعني ذولي انتاجنا بدوا يبيضون. هاي اول بيضه للبشه البطريق ذيك الجوزيه، خوش حكي. فهاي بشاره خير. هناك يمكن امك وحده، اي هذيك همين اكو وحده، خلي احاول نوقف عليها هنا بالتكريمه. بيض قليل قاعد اجمعه كل ثلاث اربع ايام خمسه، اجمعه كل ثلاث اربع ايام خمسه اجمعه، ليش؟ لان ما يسوى انه الجمعه. هاي هم بيضه شوفوا بس، ماكو يعني ثلاث بيضات مال ما ادري ايش قد كم يوم. خلي اجيب من الكرك حتى نسحب هذا البيض اللي موجود. ذولي اربع بيضات طلعتهم من جوا بالتكريمه، همين وحده مال البطريق وثلاثه مال دجاج على بس خلي افحصها ما اذا كانوا شادين يبوي شادين بهم فروخ، ما بها فرخ، هاي هم ما بها فرخ، بس هاي بها فرخ. لازم ينسحب فرات، لازم السحبة يومية، سوي لك همة حتى تسحب البيض يومية، لأنه مال هيك يبدي الدجاج يكرك عليه ويعني يشد ويصير بيه كتاكي. يقول هذا البيض اللي جبته منه همين ما بيه، فأفحص وياكم. لا ماكو. لا ماكو.
ابيض في البطريق اساسا كانت بالقاع لانه وهمين ماكو. هذا البيض اللي موجود طيب القلب حبايبنا المتابعين، هذا اخر حكي يمكن تسمعونه من عندي يا ولد، ان عامات للبيع، عرفت شلون؟ ذول اثنيناتهم اخوان، اثنيناتهم اناث النعامات هذولي. هاي اللي سميناها الزعيم على باب مبياض اخوان، كلش اخوان المكان ضيق، انا مو متضايق من اكلهم. واي ودي يقول فرات لا تبيعهم، انت ربيتهم وتعبت استمر لحد ما اخوان المكان ضاق عليهن، الطيور تتاذى هنا، انا قاعد تتاذى، قاعد الصارع يعني من الساعه لما نجبنا تشينكو لا شوفون ظلني درع من يطقن منه هذا السيم، شيل عنه شوفوا هاكم، شوف هذا السيم انشلع، شوف هاي الحديده طقت، شوفوا شوفوا الحديده هاي انشلعت منها الحديده مال محميها، هاي لازم هم ينتلحم. فاخوان هي الطيور هذا من هنا انفتح، شوفوا يعني ابسط شيء انه الطيور تبدي تطلع من عند يعني، فالحيوانات تاذت اللي هم النعامات تاذوا هنا، تاذوا وضاق المكان عليهم، كثره الطيور زخم يعني تاذوا كلش. فلذلك اخوان الطيور معروضات بسعر والله العظيم مو سعرهم، وسعر مغري، اثنيناتهم اخوان السعر 1.25 مليون، يعني 1.25 مليون، والله اخوان بلاش، ومالني ابيع بس المكان ضاق عليهن اخوان، الطيور تاذن واذني وما جاي اقدر اسوي شيء. فيا ولد حاضركم يعلم الغايب، للي واحد يريد يشتري ابو مزرعه يا ريت انتم همين تساعدوني حتى نتخلص من عندهم، على مود نبلش بشغلنا، اترجى من عندكم انه تساعدوني انه نتخلص من عندهم حتى نبلش مشاريعنا الثانيه المخصصه الغير طيور، لحد ما الله يسهل علينا نشتري لنا مكان كبير، ذيك الساعه لا ذيك الساعه نجيب مو بس النعام، مو بس النعام اخ، ماكو شيء يمشي على القاع ما يجي مزرعه فرات اللي راح تصير بالمستقبل. بس هذا اللي حبيت اقول لكم بخصوص النعامات، لان اخوان يعني تاذوا واذوني هنا، حيل تاذوا وحيل اذوني. خلينا نمطي اكل الذولي، هذا اكل اكل، انتم شبعانين ان شاء الله راح ينتقلون ذولي، هذا مو هذا مكانهم، هذا راح يتفلش بس يبلش الموسم مال انتاج المحميه هنا ان شاء الله، هذا راح يتفلش ان شاء الله، بس هذا كان للصيف وفادنا كلش هواي، حافظنا على الفراريج مالتنا هنا. عندنا شيء بالمحميه والاوضاع كلش راقده، ما اعرف شنو طيور بيضت شنو طيور جاي تلم ما جاي ادخل، هسه شوفوا تو طارت، يلا شفتها هاي ذابت ثلاث بيضات، ها اذني شفت ثلاث بيضات ذابه، انا ما عندي كل معلومه عن الطيور اللي موجوده، منو مبيض منو قاعد ينتج منو ما اعرف، منطيها حاليا على راحتها لانه ما مربط وياها، تركيزنا مثل ما قلت لكم صاير بالمحميه الفوق. هنا يا ولد السمان مخلص اكل، والكتاكيت همين مخلصين اكل، خلونا ننطيهم. الصرفيات اخوان بالاكل يصير عندي بس بالمراحل الاولى، يعني اول ما تصير الطيور عندي، مثلا السمان يستهلك دائما، ليش؟ لان هو هاي اكله بعد بلت، ونقدر ننطي اكل البيت، نقدر ننطي كل شيء، بس استهلاك الرئيسي هو البلت، عرفت شلون؟ اما بالنسبه للكتاكيت هذول بس يكبرون شويه نقدر ننوع لهم بالغذاء، يوم مثلا ننطيهم انخال، يوم مثلا ننطيهم اكل البيت، يوم مثلا ننطيهم بلت، يوم مثلا ننطيهم من خلطه التراث. حبايب القلب السلام عليكم، شوفوا مزرعه الخال ابو جواد، يعني ما يعرف ياهو اللي مسوي هاي الجريمه بي، شوف كاتلهن كلهن بتوتو هاي الهوائيه، نعم توتو هاكم، شوف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17، وقبل كم يوم ايش قد؟ 10 قبل يوم 10، يلا 27 طير. ايش قد غبي هذا البشر؟ يعني انت تجي على حيوان، هو الحيوان شنو الحيوان؟ شنو ليش يعني خطيه؟ شنو ذنبه ليش؟ شوف تارسين صشن ترس، ليش؟ شوف هاي نفس شوف ليش؟ الله اكبر، مصاب ابو عبد الله الحسين مفات الامام السجاد عليه السلام، شنو احنا نسمى بشر بالله احنا؟ شنو ذنب هذا الحيوان؟ شنو ذنبه؟ ليش؟ شنو عداوته يا اخي؟ شنو عداوته؟ شو مسميه؟ نب وحده هاي سهاية، هاي مطلعها من البيض، هاي بيضاتها هاي هنا مقعد، حتى اللي قنايمة على البيض هم مطلعها، هاي بيضاتها شوف هاي الماية، وهذا بيضها هذا بيض جاي يطلع عنهم، وهاي هم مطلعها منها وكاتبها هاي ليش هيك؟ والله العظيم ما صايرة هاي، حسبي الله ونعم الوكيل،
بعد التحقيق والتدقيق وحاولنا انه نشرح واحدة من عتن اللي هي هاي، تبين انه مو فعل فاعل الموضوع، وانما الفعل موضوع يا اما ابو الحصين يا اما واوي يا اما كلب، بس الاثار كلش كبيرة فاتوقع كلب. هاي هي الاثار، شوفوا هاي هنا عندنا اثر وهناك همين عندنا اثر ثاني، وهذا من انا داخل. هاي شوفوها، هذا لقيناه هيك يعني بيهم اللي خانقهم خنق وبيهم اللي لا، بس عاضهم زارفهم زارف، لان الكلب هو بطبيعته خبيث خالي، خبيث يعني يقتل ويعوف. هسه انت جاي اكل لك وحده وروح طاق 17 وقبل كم يوم طاق 10 ليش؟ شوفوا، فاللي تبين انه الموضوع هو موضوع كلب. هسه اشوفكم الاثار، راح تقول فرات مين دخل هذا هنا. طبعا صارت هواي تغييرات هنا بالمزرعه مال الخال، اللي هي انه هذا بناه سوابيت، فهاي اكو فتحه من صايره، شوفوا هذا الباب مفتوح لان حاليا اكو صب هنا، فهذا الباب مفتوح جاي تشلب منه وداخل منه وظل يحوص هنا على السين، وهاي يمكن حاول رايد يدخل منه جاي منه هالشي، شوفوا هذا مكانه وجاي منه وداخل من هاي الجهه، شوفوا داخل منه. هاي الاثار مالته، هاي رجل شوفوا، وهاي الرجل الثانية، وهاي همين رجل. هاي بالقلب، مساكم الله بالخير، يوم جديد بعد ما كملنا. يعني انا شنو اقول، شوفوا هسه ابسط مثال سالفة ابو جواد، يعني انه انت تقعد الصبح تجي تلقى كل مزرعتك ساكتة، ساكتة يعني مو ما يعديش، لا كلها ميتة اصلا. شني تشلب والله جمع المزرعة وكلها كل الطيور، يعني بشاركم هسه هذني ما بيهن يقولوا 200 هيجي الطيور اللي موجوده، لا بيهن. بس على كل دفع الله ما كان اعظم، ورد قاسم قلت له قاسم بعد عوزنا حديدات 2 و5 ثرمستونات، جيب لي اياهن وتعال للبيت. راح تقولون فرات شال حديد المن وليش رجعته؟ اكو شغله ما حسبت حسابها، شنو هي اللي ما حسبته؟ التشينكو يقعد هنا، شلون يقعد هنا؟ فرات يقعد على الثرمستون وطقه براغي اخوان. لا لا اخوي، لا اخوي، لا اخوي، لا لا حكيك مو صحيح. تدرون لازم نجيب 2 هسه، انا ودي القاسم راح يجيب لنا نفس هذا، نفس هذا راح اجيب نفس هذا، تجي تربط هنا، شوفوا تربط هنا وتجي تقعد هنا فوق، قعدت هنا فوق حافه وحافه، ندق لها شيش نفس هذا وراسه تنزل هنا نثبتها دقيناها. بها اخوي قال لي اقول لك جاء انت ما تذكر الحادثه اللي صارت وياك بقفص الحمام والنوي مسوي لي؟ قلت له بها لا مو هذا، انا شغلي بعد قوي. قال حجي ايش ما بي قوي، لان جاي عواصف جاي مشي انت تلف راسك وتنام. قلت له حكيك صحيح. فهسه وديت قاسم راح يجيب لي حديدات 2 ويجيب لي 5 ثرمستونات، وهسه انا بانتظاره. ما كنت الحين ماهي ماخذها ابو هاي يشتغل يم صديقه، وهم الكوسر نفس الشيء، ما عدا الدريل عندي راح اروح اجيب الرزات 2 على مود بس اثبت الباب. من قلب وصل قاسم وصلت ويا النقوصات من الحديدات 2 وال5 ثرمستونات، انا جبت براغي مال حديد ونرمادات 2 همين، ولقيت هنا جص عندي قديم همين صعدته فوق. وينك قاسم؟ أصيل وصحبتك ماهي خسارة، اسمع يقول أصيل وصحبتك ماهي خسارة، والخسارة بالعمر. يلا قواك الله. قلب 5 ثرمستونات وهذول الحدايد وهذا الدريل لقيت هنا البارحة، ما أدري منو اللي جايبه أو ناسيه أو يمكن اللي اشتغلنا بيه المحمية وظل هنا ناسينه. همين الحمد لله وشكر انه حصلته، انا على اساس انه انا اجيبه من قاسم، بس على كل لقيته. هديك يا ابو الله.
طيب القلب وهذا الباب صار جاهز. ها اشوفه من فوق مفتوح ومن جوه هم مفتوح على موشيني سهولة الحركة مالته. كان يلحم قبل شوية، هذا هو اخوي بها اللي دائما يسألون تقول فرات تقول بها بها وينه، هو هذا اخوي بها، هذا ما يحب التصوير وهاي السوالف، وهو يحب يشتغل ببحده وانا احب اشتغل ببحدي، يعني اثنيناتنا ما نتراهم بالشغل. فلذلك هو اجى قال انت ما راح تسوي هذا، قلت له لا انا راح اسوي هذا، قال لا انا اسوي، قلت له لا انت ما تسوي انا اسوي، فقلت له سوي. فهسه لحمنا هاي ومن هاي هم نلحمها، بعد شوي بالليل كل العمل راح يتحول وتقفيلتها بالليل، بعد ما عندنا شيء. ساك الله بالخير. شلون اخوي؟ صدق الله العلي العظيم. شلونكم؟ شلونك زين؟ الله يسلمك والله العظيم. المشاهدين حياك الله. من زمان انا ما مسلم عليكم. اي صحيح. نتمناكم الخير والستر. رحم الله والديك يابا. رحم الله والديك، يلا ننزل الصلاة. إن شاء الله. يلا. يلا. الصلاة أوجه. يلا. حبايب القلب مساكم الله بالخير، راح أشتغل قبل ما يجون الولد. بسم الله الرحمن الرحيم، نشد الإنارة مالتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ها اشتغلت. هسا أنا شنو عندي؟ هذا الباب ما أنا دخل به. هسا أنا من يجون الولد. هسه وقت عشاء طبعا، بس انا خلصت على وقت بس حتى ابلش شغل على ما يجون. انا لازم اروح اجيب الحجره، خليها بلكي يجي هسه طارش ونوديه يجيب لنا حجره. الفزعة بس الفزعة كأنها قاعدة تكنك. جماعة شسيم جماعة الحم، وهسا راح نبدي نركب التشينكوات. بعد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل من اتجه على عمل هسا. ما بقى شيء بعد بس السقف. الجميع يقاتل من أجل العمل والمساعدة. جزاهم الله خير. اشتغل لا تباوع. هاي جاي سوي هاي احطه على الحديد هناك من ورا اللي يخلينا السياج ذاك، خلينا على السياج على مود شنو ضربه ما ضربه، يعني قصدك تقوي تقوي تقوي. وين وصلت هسه حاليا مرحلة العمل؟ والله كلها كل من كان له صفحة حاليا، ما نقدر نقول وين وصلنا. الله يساعدك. بس المرحلة الأخيرة تشينكو. يا الله، يعني وصلت للسقف. كلش كلش للسقف إيه. الحمد لله. هاي آخر لحمة هسه نبغى نحط تشينكو. طبعا الله يساعدك على الحر والتعب. هو بس بالليل قاعد نقدر نشتغل. ما أشوف أغلب التصوير يصير ليلي. حار. حق. تفضل استاذي.
هنا اخذوا الدريل وقاعدين انتاني، فارام حب يسولف لنا قصه من بطولاتهم بالحشد الشعبي. نفر احنا يمكن كل احنا وين جمعنا؟ جمعنا من بازيل خان. بازيل خان فلش وين النام؟ هاي وين بالموصل؟ لا بالدجله سيد غريب. وين النام احنا؟ النام يصير بالتواليتات. هي الماضيه اها التواليتات شنو عندنا فتحه؟ فتحه عليهم بس شنو؟ ملزقينها تلزق حاطين طابوق على مود لا يشوفون. النوم شلون يصير؟ النوم على الانقاض بعد الثاني. ظهرك الطابوقه تدخل الظهر ماكو نوم. فش نسوي هناك بالواجبات؟ ابو الواجب اللي يروح يلزم واجب ينامون مكانه فين؟ بالمكان ماله. هيك مثلا بدا واجب غيره هذول يروحون ينامون مكانه ماكو. من بدايته؟ اي ماكو. بالليل جانا امر كوتش. قال بالنهار احنا بعد اول مره صاعدين. وكل واحد مخزن بالتفقه ومخزن بجيبك. تمام. لاكو درع، لاكو خوذه، لاكو شيء، كل شيء ماكو. بس مخزن حاطينه بجيوبتنا ومخزن بالسلاح. هاي هي. اجانا قال بالنهار لا تجون علينا. بس تجون تنطلقون. الارزاق شلون تجي؟ ابو السياره ابو الارزاق. من يريد يجي يوزع ارزاق؟ يجي طاير. طلقه طلقه. بس شنو هو؟ هيك تنشال الهبل بالجار. السياره تنشال وتنهبل. مجبور. وحافرين له حفره ينزل بيها جوا الساتر، حفره مال شو اسمه؟ الطماير. اي على مود ينزل بيها ويظل يوزع. ما يظل وزع. شو نسوي احنا اذا نريد نروح نستلم ارزاقنا مثلا هاي النقطه؟ شو نسوي؟ تروح ركاب وترجع ركاب بالجدر، ينشف في ما ادري بعد مشكلتك. والله. اي صحيح. لان بس تتاخر شوي. حاطها بيك انتهت. اكرم وين؟ اكرم احنا من ركضنا البنزين خالص. هاي قبل لا اصعد انا. اكرم البنزين خانه هو بيبي مكانه بالبنزين خانه. اكو بيت عبر الشارع. بنزين خانه شارع بصفها انه بيت مال هو المزارع. بعد هناك شنو؟ فلح. كل بستون كبير بيت مال الفلاحين او شيء. البيت ذاك صاير اقرب المن اقرب للنهر صاير. صاير وجه بوجه ويا الدواش. كلش. فصاير عليهم تعرض بالليل. يعني البيت تقريبا هم ب 10 نفرات 12 نفر يعني من جماعتنا. وذولي الدواعش خابزين لك خبز. خانه بصفه شارع واكو بيت هم كاظينه جماعتنا. هذا البيت بالليل صاير عليه تعرض. بس التعرض يعني قوي وممتد هواي ساعات ماخذ. الصبح من قاعدين الجماعه ما يقدرون يرحون ما حد يقدر يوصل. لان يعني بالليل ما تقدر توصل. تخاف. عبوة قناص ليلي كل من مكانه. احنا التعرض من بدايتها ما تقدر تروح. يظل عارك بعدك بوحده بس عنده عتاد هو. فمخلص عتادهم الصبح ومنادين قال لهم عتادنا خلص خاف كل شيء يصير يرجعون بالليل يرجعون العصر يرجعون الصبح. اكرم ومحمد وعلي علي جبري ومحمد الشديد هم شجعونا هنا مو؟ اي واحد من ال يمكن من الزبير لو بالخصيب وواحد من الهارفة ولد عمه هسه وياني واكرم. من قايلين ياها اريد نودي العتاد هم طافرين ثلاثتهم. شوف يومهم ثلاثتهم على نفس الحكايه طافرين قايلين احنا نودي العتاد. وهو جزء الامر ما كان لهم. الامر مو مشرط لهم بعد يودون العتاد. امشي يودون عتاد. يريد بعد يريد يستشهد يومهم ثلاثتهم. فمن رايحين؟ اكو طريقة هم مسوينه يعني لازم شنو يسوي ترجع لي ورا وانه تفترها ان شاء الله تروح. ليش؟ على مود لا يصير اذا تروح هيك قبالك هم ترى فترجع بالبساتين ولا ترجع شلون فره صايره. فهم بالروحه رايحين كل شيء ماكو موصلين العتاد بالرجعه. شوف يا سبحان الله رايحين ما صار بهم شيء. شوف ربك يريد يوصل العتاد للجماعه. فبالرجعه يمكن علي جبري يمكن يمكن هو الساحب. فثلاثتهم طقوا طقوا بس دولاك اختي جماعة ضالين تقريبا ورا نص ساعة هيك يابا رايحين وراهم. اكرم الله يرحمه يقول لقيناه على الصوبات مال علم مال علم بين العبوة اذا طق بها ضغط مو طبيعي عصف مو طبيعي دفع عصف عصف يعني تطير. علي جبري يمكن فلش مقطوعك وعد مقطوع هو الساحة. ايه الساحة كان فلش
يعني حتى رجله يمكن يوم كامل يدورون عليها ما لاقوه انه بعدين لقوه. هاي سالفة أكرم. واي بالقلب هيجي وصلنا. شوفوا هسه دقيت تدري اكتشف الشيء انه للمحمية مايله هيج. لا احسن هاي تصليطه. لا هيج مايله عادي يفتح لي من المرزاب ما عندكم برا. لا هذا الرفعة شويه منه ما مضبوط منه بالحاله ارفعه بكاشيه ماله ماله دخل بس هاي ترتفع هاي الصفحه. على كل هذا اللي وصلنا له هذا كله تقريبا ما مدقوق ما عدا بس تشينكو بتشينكو دقيتها برغي لان قضن البراغي واللي موجودات ماتن ما يرضاني زرفن. هذا اللي وصلنا له شوفوا بس شني لا كبيره كبيره كلش كبيره كلش اي مو هو بعد قلت لك يعني انه لازم تطور حتى لو ان كان المكان يشيل دجاج ويصير بي بس لازم شني تطور يعني تنقل المكان المكان وتبدي تفتح فد شغلات جديده هاي الغايه اكثر شيء. بس انا عندي موضوع. وهو ليش ما جبنا عام والله هسه المتابعين راح يقولون هيك بس يطيحن السطح. اي يطيح. محفوظين السلامه الصبحون على خير. طيب القلب مساكم الله بالخير المحميه بالنهار. بقت اخر قطعه سيم اللي هي للباب. شفتوا البارحه يعني بديت من 8 بالليل الى حد الساعه 1 والولد جقد وهاي وكلها اجتمعنا عليه اخوان. ليش؟ لان اكثر شيء يضوج ويتعب هو التشينكو. عرفت شلون؟ اي زين تقريبا يعني هي المحميه. ها هسه انا واقف لكم هنا بزاويتها. شوفوا ليها شلون كبيره وهاي هوائيه راح تبقى وبعد راح احط ثرمستونه تبقى هاي هوائيه همين. وهذا اللي راح يبقى هنا راح اسد لنا الطابوقات. خوش حكي تقريبا نقول انه ختمنا المحميه بناء ختمنا لانه حاليا ما حد وافق انه ينذب الدجاج مباشره على التراب لان قالوا راح يدمر السطح. فهمين بعد ما نكملها لازم شو نسوي؟ يا اما نصبها يا اما اخلي جوته واذب فوق الجوته تراب. هذا هو الحل. على كل هذا اللي وصلنا له بعد العمل المستمر لمده 3 ايام. قلت لكم ما نقدر نشتغل فقط بالليل لان الشمس هاي شوفوها حارة تموت. وصلنا وياكم نهاية حلقتنا مال اليوم. لا تنسون والدينا من الدعاء ولا تنسون ان تدعمون هذا الفيديو بلايك حتى نقدم لكم الافضل. اودعناكم.